أهلا بكم مشاهدينا من جديد. احتفت دولة الإمارات أمس بيوم العلم، وهو مناسبة وطنية عزيزة على قلوب الإماراتيين الذين يحرصون على ترسيخ معانيها في قلوب أطفالهم. مثل هذه المناسبات يمتزج خلالها الولاء والانتماء ببراءة الطفولة التي تعلمت أن تحب الوطن وتعشق تفاصيله منذ نعومة أظافرها. وباعتبار أن أطفال اليوم هم رجال الغد وحماة الوطن، كان لزاما أن يغرس حب الوطن في قلوبهم وأرواحهم. إذن للمزيد من التفاصيل حول الشعور بالانتماء للوطن، يسعدنا أن تنضم إلينا في الاستوديو الدكتورة جيهان مرابط، مختصة في علم النفس السريري والإرشاد النفسي بجامعة أميتي في دبي. أهلا وسهلا فيك دكتورة، معنا دائما في هذا الصباح. أهلا وسهلا. اليوم الحديث عن الانتماء للوطن، لكن قبل أن نعرج على شعور الانتماء بالوطن، خلينا نفهم ما معنى الانتماء، أو نقف عند مفهوم الانتماء بصفة عامة. طيب، مفهوم الانتماء بصفة عامة هو الانضمام أو الإحساس بالانضمام بطريقة إيجابية إلى مجموعة، إحساس انضمام الفرد إلى مجموعة. هذه المجموعة ممكن تكون العائلة، ممكن تكون الإخوة، ممكن تكون الأصدقاء، وممكن فعلا تكون المجتمع والوطن. هلأ في شيء كتير مهم لما بنحكي عن الانتماء، في مقولة كتير شهيرة قال ابن خلدون العالم الاجتماعي المعروف التونسي، قال إنه الإنسان مدني بالطبع. شو معناته؟ معناته إنه كل إنسان عنده غريزة في نفسه إنه مش بس يكون موجود، بس إنه يكون متواجد مع الآخر. وأنا بركز على الفرق بين كلمة الوجود والتواجد. الوجود هي حالة، بينما التواجد هو تفاعل، هو فعل. فإحنا كبشر ما بنعرف بس نكون موجودين، إحنا لازم نتواجد مع بعض، لازم نتفاعل مع بعض، لازم يكون في محبة، ألفة، تفاعل. يعني إحنا كائنات اجتماعية. بالضبط بالضبط، هذا كتير كتير مهم. وأثبت الدراسات نفسية كتيرة إنه لما بيكون الإنسان محروم من هذا الرابط الاجتماعي، ممكن طبعا يكون يعني له تأثيرات سلبية كتير على حالته النفسية، بس مش سما كمان النفسية، كمان الجسدية، وممكن تؤدي حتى إلى حالات موت. إنه الإنسان بيخلي حاله يموت، بيصير ما بده يعيش عشان هو عايش في عزلة وعايش لحاله. فمفهوم الانتماء مفهوم متعلق بالحياة، متعلق بالهوية، متعلق بالراحة النفسية وبالراحة الجسدية بكياننا كبشر. نعم، يعني ذكرتيني جيهان بالأقوال العامية، يعني اللي نحن منقولها بين بعض إنه والله أتلته الوحدة، أو بالفعل يعني هذا مش مجرد فقط تعبير مجازي، ربما بالفعل هذا يؤدي إلى العزلة ومن ثم الاكتئاب ومن ثم يعني ربما لا سمح الله يعني النهاية. أنا هون بدي بس إني أقول لك إشي، خليني خبرك على تجربة صغيرة صارت في الحرب العالمية الثانية، بعد الحرب العالمية الثانية، مع يعني سايكو أناليست أخصائي نفسي كبير اسمه ريني سبيتس. ريني سبيتس حاول إنه يشوف الأطفال اللي هم كانوا ضحايا الحرب العالمية الثانية، إنه أوليائهم ماتوا فصاروا هم أيتام، فهدول تحطوا في أماكن إنه بدهم في ممرضات تعتني فيهم، بس ما كانت العناية كفاية، كانوا بس بيعطوهم أكل وبيغيروا لهم وبس، ما كانوا بيقعدوا معهم وبيضحكوا معهم وبيلعبوا معهم. فهو لاحظ غوني سبيتس إنه هدول الأطفال شو صار لهم؟ صاروا بعد فترة معينة بيرفضوا الأكل، ما بدهم ياكلوا، صاروا بيرفضوا إنه يتعاملوا مع الآخر، كتار منهم يعني للأسف حالتهم الجسدية والنفسية تعكرت، وكتار منهم ماتوا. ماتوا عشان كانوا رافضين ياكلوا. احنا عم نحكي على اطفال رضع، ما عم نحكي على انسان كبير. فهي لهي الدرجه ممكن تاثير على النفسيه نفكر ونفكر ونشوف يعني كلمه الانتماء. الانتماء كلمه يعني مهمه كثير 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 في حياتنا كبشر. نعم، من بعد يعني التعريج على مفهوم الانتماء، خلينا ندخل الآن إلى الانتماء للوطن. يعني مثل ما ذكرتي جيهان، نحن كائنات اجتماعية، لابد أن نشعر بالانتماء، بالتواجد، بالتفاعل. من أهم أنواع الانتماءات دعينا نقول هو الانتماء لأرض الوطن. كيف يعني ينمو الشعور بالانتماء للوطن وكيف يتطور؟ طيب، أول شيء قبل ما نحكي على كيف ينمو كيف يتطور، بدي أسأل شو هو الوطن؟ شو هو الوطن؟ وطن حيث يشعر الإنسان بالأمان. الأمان. إيه. شو تاني؟ الراحة. نعم، مرتاح، يعيش عيشة كريمة، يشعر بالمشاعر الجيدة يعني على ما أعتقد. بالضبط، الوطن هو كمان الأم، هو الأب،
هو العائلة. الوطن مش بس مفهوم إنه المجتمع الكبير، إحنا لما بنيجي للدنيا وطننا هو أمنا، هو أبونا، هو هاي العائلة الصغيرة، هاي النواة الصغيرة اللي بنكبر فيها، هاي بتكون وطننا الصغير. وبعدها شوي شوي بنتعرف على المجتمع وبيصير مفهوم الوطن أشمل. أوكي؟ فمشان هيك لما بدنا نفهم من وين بيجي هذا الانتماء بدنا نرجع نعرج على العائلة. طيب هلا في العائلة شو هي الأشياء المهمة اللي لازم الأولياء يركزوا عليها تينموا الشعور بالانتماء للوطن عند الأطفال؟ أول شيء الطفل لازم يكون في حب معه في العيلة، لازم يكون في تسامح، لازم الطفل يتعلم إنه مصلحة الفرد ما تكون أهم من مصلحة المجموعة. عشان نوصل الطفل هذا الموضوع لازم نعلمه ونشركه على قد عمره، على قد يعني إدراكه، نشركه في القرارات العائلية. هذا كتير مهم. الطفل اللي بيكون قاعد ومنه فهمان شو بيصير حواليه ما بيكبر تيصير بده يعرف شو بيصير في المجتمع، بيصير بس انه بيركض ولا مصلحته، بيشوف هو شو بده وخلص. وهذا للاسف اللي قالت اليه مجتمعات كثيره، صارت كثير نظرتها فرديه وبتجري ولا المصلحه الخاصه وبننسى المصلحه العامه، وبننسى انه المصلحه العامه تعم على الجميع. فانا لو فكرت في مصلحه غيري، لو فكرت انه الاقي حل وسط بيني بين مصلحتي ومصلحه غيري، فانا بنفع نفسي وبنفع غيري. اوكي؟ فالطفل لازم يتعلم هذا الشيء، لازم يتعلم التشاركية، لازم يتعلم نعلمه كمان ونكون قدوة له كأهل كأب كأم إنه في حقوق في واجبات، وإنه هذه الحقوق وهذه الواجبات بتنعطى بنفس الطريقة على كل الإخوة. هذا كتير مهم كمان إنه هاي الأشياء هي اللي بعدين رح يشوفها هو على المجتمع الموسع، اللي بعدين رح نغرسها فيه يعني بارت من شخصيته، جزء من شخصيته. ما بيصير انه مثلا ما بيوقف على الترافيك لايت بس عشان خايف من العقوبه، لا، بيصير بيعملها عشان هو مقتنع انه هذا دوره في المجتمع. نعم. وانه دوره اشمل واسمى، وانه لازم يحط على جنب المصلحه الخاصه للمصلحه العامه. نعم دكتوره جيهان، يعني مفاهيم جدا مهمه تتعلق يعني بجذور النفسيه. ونحن يعني بالامس واكبنا فعاليه يوم العلم، هذه المناسبه الوطنيه الكبيره، ولمسنا ابعاد الانتماء للوطن اللي تحدثت عنها حضرتك في الأطفال وأطفال الإمارات اللي كانوا دائما مشاركين في هذه الفعالية. شكرا جزيلا لحضورك معنا دائما وأبدا دكتورة جيهان مرابط، مختصة في علم النفس السريري والإرشاد النفسي بجامعة أميتي في دبي. شكرا جزيلا لك. تسلمي.